واحد، مسألة العلو، قال أين كان الله قبل أن يخلق السماوات والأرض، وقال مسألة ثانية قال انت قلت الله في السماء وخطيت الله في السماء، ما خطيناه ده اللفظة دي ما انت جبتها من راسك ساي او من قلبك بطريقتك، قال نحن ما قلنا مسجل الكلام ده كله، قال انت قلت الله في السماء وخطيت الله في السماء، خطيت الله في السماء دي جبتها انت من شنطتك، نحن ما قلنا. قال طيب السماء دي ما تحت العرش، هل معناه العرش فوق لي الله والله يقول الرحمن على العرش استوى؟ دي اشياء لبست عليه وسوت له اشتباه. انا بحل عليك لو انت دار الحق، بس انت شنو اسمع الكلام بتدبر وبتامل واسمعه بانصاف. واحد، السؤال الاول سئله النبي صلى الله عليه وسلم وهو في صحيح البخاري، قيل له يا رسول الله اين كان الله قبل ان يخلق السماوات والارض، نفس السؤال، فقال النبي صلى الله عليه وسلم كان الله ولم يكن شيء معه. أول شيء كان الله براه سبحانه وتعالى وحده، هو الأول والآخر والظاهر والباطن، كان الله وحده. ثم خلق الأرض، للفائدة، خلق الأرض قبل السماوات، ثم خلق الأرض ثم استوى إلى السماء فخلق السماوات، واستوى إلى السماء إلى إذا جاءت، استوى إذا جاءت معدية بإلى، فالمقصود باستوى قصد، وإذا جاءت استوى معدية بعلى فالمقصود باستوى على وارتفع، ركزي بتلقاهم في القرآن. استوى إلى السماء أي قصد السماء فسواهن سبع سماوات، الله سبحانه وتعالى، فهو في علوه خلق الأرض وخلق السماوات وهو فوق كل شيء سبحانه وتعالى. ده الجواب على سؤالك، يعني كان الله وحده ولم يكن شيء من الكون، فخلق الأرض ثم خلق السماوات ثم دحى الأرض بعد خلق السماوات، خلق فيها أشياء أشياء وهو مستو على عرشه سبحانه وتعالى. دي النقطة دي أفهمها. واحد، فدي شكلي في مناظر تروى بين الإمام أحمد وبعض الجهمية، واحد جهمي بعدين ناظروا. الإمام أحمد من البداية حدد المناظرة من العقل ولا من النصوص؟ طبعا ده كان قال له من النصوص بتورط، ده الإمام أحمد وده عنده المسند وعنده كتب وحافظ حفظ ثقيل جدا، قال له الشغلة دي نحن بالنصوص دي الشغلة دي بالعقل، قال له بالعقل أي أداه حجة دامغة، قال له الأرض فراش والسماء بناء، الأرض دي يا أهل الأرض، والسماء بناء يعني عرش، يعني السماء والأرض زي الغرفة، الكون زي الغرفة، الغرفة دي واطاطة يا أهل الأرض، وعريشة شنو؟ السماء، مش ده الكون؟ قال له آية الكون. أها قال له الكون ده والله سبحانه وتعالى، ده الكون براو والله سبحانه وتعالى وحده، هل دخل الخالق في المخلوق؟ ما قلت الله في كل مكان، الكون ده افترضوا غرفة عريشة السماء وأريضة يا أهل أريض، هل الخالق دخل جوا المخلوق؟ قال لا، عشان ما تقول في كل مكان. أها، وهل المخلوق دخل في الخالق؟ لا، الكلام ده مبصح. هل الخالق تحت المخلوق؟ هالغرفة دي قال له الخالق تحت المخلوق، قال له مبلغ. وهل بجواره؟ أها بجواره، والجوار الثاني كيف؟ قال لا. قال فأين إذن هو؟ هذا ما الخالق وده المخلوق، دي غرفة الكون سماوات والأرض، الخالق ده وين؟ إن قلت تحت ما ممكن المخلوق يكون أعلى من الخالق، وإن قلت بجنبه دي ساء ذاته، فأين الخالق؟ أين الخالق؟
هو فوق المخلوق، فأفحم الجهمي، انتهى الموضوع. قال له فالله أول شيء سبحانه وتعالى، ثم خلق الأرض، ثم خلق السماوات. النازل عندهم مفهوم، عشان كان بيجي الرد على السؤال الثاني. عرفت السؤال الأول الرد عليه شنو؟ كان الله ولم يكن شيء معه وحده، وده حديث الرسول عليه الصلاة والسلام يتأدب معه، ده حديث النبي صلى الله عليه وسلم. النقطة الثانية ودرد عليها، التشويش ده من قديم بالمناسبة، لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. وأنا لقيت الصوفية بولدة معليش زي البليد ده، الدليل على البلادة أنا بجاوبه، ما بزول يسألوا يا شيخنا يا أبو قميص، ما بزول يسألوا، خلوه يكورك ويمشي، منير وغيره منيب، ما بزول يسألوا، زول لا محروق انت ما تشاكله، خلي داري جوته، خليه أسي غلبته. مرة الفات جبي عراقي مشى، أنا أقول له يمكن العراقي خجل منه ولا حاجة ولا الضايق، هسي بيجي لابته ما داري يقعد اسمع الكلام ده، انت إذا أدب سمعنا لك الكلام. طيب قال جزاك الله خير، كفر ومش. قال الرجل ده قال طيب إذا قلت الله في السماء، الله في السماء، طيب السماء دي تحت العرش، طيب العرش هل فوق لي الله؟ والله يقول الرحمن على العرش استوى. الجواب على السؤال ده لأنه أشكل في راسك، لأنه أنت متخيل الأمر تخيل باطل. هو متخيل إحنا بنقول دي السماوات السبع والله في واحد من السماوات دي، أو في السماء السابعة دون العرش. نحن ما بنقول كذي، نحن لما نقول أأمنتم من في السماء، قال العلماء من في السماء تحتمل معنيين، وهذان المعنيان مترادفان، والسبب في حرف في، فإذا فسرت في بمعنى الظرفية المكانية أأمنتم من في السماء في السماء، فنحن نعني بالسماء العلو. أفهم الكلام ده كويس، ركز فيه عشان الإشكال يزول منك. أأمنتم من في السماء، السماء هنا ليست السماوات السبع المخلوقة دي، وإنما السماء العلو، العلو الشيل فوق ليك ده بسمو سماء. قال تعالى في سورة الحج عشان نديك التفسير من القرآن، من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع فلينظر هل يذهبن كيده ما يغيظ. تفسير الآية، الزول البظن إن الله ما بينصره أي وظن في الله سيء أي يربط له سبب، سبب يعني حبل، حبلا في السماء، الحبل ده يربطه في شنو؟ في السماء يعني في العرش، العرش بتاع عوته بتاعت البيت، بعد ذاك يربط الحبل في رقبته ويخنق نفسه يموت. من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع فلينظر هل يذهبن كيده ما يغيظ. فوصف العرش بتاع البيت إنه شنو؟ سماء، لأنه فوق لك. والله قال عن السماء، عن السحاب، وأنزلنا من السماء ماء، السماء، وفي آية أخرى ونزلنا من السماء ماء مباركا في سورة قاف. السماء المقصود بها هنا السحاب، الموية مش بتنزل من السحاب أي، فلما وصف السحاب بأنه سماء يعني أنه فوقنا، شكي السماء يعني الفوقية فوق، فنحن إذا قلنا الله في السماء يعني في العلو المطلق، يعني السماوات السبع دي شايفة أي فوق ليه السماوات السبع في سدرة المنتهى، في الكرسي وسدرة المنتهى وفي العرش دي كلها فوق، وهو فوق العرش في السماء المطلق يعني فوق كل شيء. فسرنا السماء بأنه العلو يعني المطلق، دي واحد. التفسير الثاني قالوا فيه بمعنى على، في السماء أأمنتم من في السماء يعني على السماء فوق السماء، ونفس المعنى قالوا فيه مرات بتجي بمعنى على. قال تعالى في القرآن عن فرعون لأصلبنكم في جذوع النخل
يعني ما معناه بشق جزوع النخل وبدخلهم جوا وصلبهم كذي، وده ما التصليب اصلا. تصليب تجيب عود وتنصبه عالي، بعد ذاك تربط الزول شنو فوق له ملامس للعود، متلصق مع العود على العود. عرفت المسألة؟ ونحن ما نقول الله للسماء حاشا وكلا سبحانه وتعالى، ما نقول كذي، لكن بنقول أأمنتم من في السماء، السماء العلو المطلق، وإن قصد بفي على السماء، وهذا أيضا جاء في تفسير آخر في كتاب الله سبحانه وتعالى دي المسألة. فنحن ما نقول الله بين العرش والسماء، قاعدين نقول كذي، ده فهم مغلوط فيهم تبارك، ولا في زول قال الكلام ده، في زول قال وقاسي من قبل، في زول قال كلام زي ده، ونقول الرحمن على العرش استوى، على العرش استوى، لكن قلنا قال أأمنتم من في السماء تبترود على الله؟ انت الله يقول لك أأمنتم من في السماء، تقول لا لا يا الله كلامك ده غلط. ومحمد أمان الجامي والله صرح قال هؤلاء يردون على الله، لأنه يقول الرحمن على العرش استوى فيقولون لم يستوي، يردون عليه. فإنما نقول دي سماوات سبع، وفوقها الكرسي، وفوقها سدرة المنتهى، والعرش، وهو فوق العرش سبحانه وتعالى وفوق كل شيء سبحانه وتعالى، كما قال الرحمن على العرش استوى. هل ده تفسيرنا نحن؟ أيوة. استوى دي بتلقاه في القرآن معدية بعلى، استوى على العرش، الرحمن على العرش استوى، ثم استوى على العرش، بتلقاه في القرآن في سبعة مواضع، معدية بعلى بتلقاه في سبعة مواضع، كما ذكر ابن عثيمين في شرحه للعقيدة الواسطية. لما ترجع صحيح البخاري، الجزول ده بتكلم من غير مراجع، وأنا بجيب لك قال ابن كثير قال وصفحة كذي، الكلام اللي جابه ذاته أنا بوريك الرد عليه، والله الذي لا إله غيره. في صحيح البخاري في الجزء الرابع مطبعة دار الفكر صفحة 280-281 بحاشية السندي، قال في باب وكان عرشه على الماء، من كتاب التوحيد من صحيح البخاري الجزء الرابع، قال قال مجاهد استوى على العرش أي علا على العرش. مجاهد بن جبر هذا من التابعين وده تلميذ ابن عباس رضي الله عنهما، قال عرضت القرآن على ابن عباس 3 مرات، فسروا آية 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 فسروا، يا فسروا لابن عباس يا هو يذكر للشيل فيهمه والتفسير اللي عنده ابن عباس بيقره أو بيصوبه 3 مرات. شكي سفيان الثوري قال إذا جاءك التفسير عن مجاهد فحسبك به، انتهى الموضوع. وده تابع عقيدته منحرفة برضو، قال استوى على العرش أي علا على العرش، فوق العرش، علا على العرش أي معناه فوق العرش. وقال أبو العالية ده برضو من التابعين وده برضو في صحيح البخاري طوالي تلقاه بعد كلام مجاهد، قال أبو العالية أي ارتفع، ودي كمان قال استوى إلى السماء قال ارتفع، ده أبو العالية كمان، مع أنه استوى إلى تأتي بمعنى قصد لكن قال ارتفع. رأيك شنو؟ ده تابعي. وقال للتابعين زينب بنت جحش زوجة النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها، دي عقيدة صحيحة ولا ما صحيحة؟ زوجة الرسول عليه الصلاة والسلام، قالت تفخر على زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، ده في نفس الباب ذاته في صحيح البخاري، قالت زوجكن أهاليكن وزوجني الله من فوق 7 سماوات. ها رأيك شنو؟ وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله كتب كتابا قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة، أو قال إن الله كتب كتابا فهو عنده فوق العرش، رحمتي سبقت غضبي، ده الكتاب الكتب، فهو عنده فوق العرش. رأيك شنو؟ فوق السماء. رأيك شنو؟ لأن العرش فوق السماء. فدي كلها نصوص وآيات واضحة وأدلة وأحاديث واضحة،
وبينة جدا لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. يا أخوان براون بيجيبوا حديث براون بيقولوا الراحمون يرحمهم الرحمن، يرحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. فدي مسألة العلو وما ذكر فيها ولا دليل ولا واحد، بس سؤالين وجاوبنا عليهم. بعد ذاك قام قال شيخ الإسلام ابن تيمية، قال بقرة وتكتب ما بقرة وما تكتب إلى آخر. ابن مسعود قال لك قرآن ما بتستخدم تميمة، ما بتستعمل تميمة. تاني في كلام شنو وجاب لك وفي الدليل من علق تميمة فقد أشرك، فقد أشرك. تاني تكذب على ابن تيمية، تجيب كلام ثابت عنه تكذب عليه وإلى آخره، ما بهمنا كثير لأنه ده صحابي ومعه الدليل. من علق تميمة فقد أشرك، تميمة نكرة في سياق الشرط تفيد العموم، والله الذي لا إله غيره. بعدين قال ابن تيمية ابن كثير قال لما مات اتبركوا بموت الغسل بتاعته، ذنبه شنو؟ ولما مات مات يعني بعد مات ده ما عليه ذنب، متين بيكون عليه ذنب لما يوصي يقول اتبركوا بي، ده بيكون عليه ذنب. ولا هو عارف الناس بتقدسه وما بين، ده بيكون عليه ذنب. عارف الناس بتغلو فيه وما بين، ده بيكون عليه ذنب. لكنه مات وبعدها يتبركوا بميت الغسل، ذنبه شنو؟ الله سبحانه وتعالى قال اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدة. في ناس غلوا في المسيح عليه السلام بعد أن رفعه الله، عليه ذنب؟ ما عليه ذنب لأنه بين لا ذنب له بعد أن فارقهم. هذه كل هذه انت بتلوم زول بعد مات عملوا حاجة في قبره تلومه كيف؟ لكن احنا نلوم الصوفية لأنهم هم بيقولوا الكلام ده في كتبهم، بيقولوا مريدي تمسك بي وكن بي واثقا لأحميك في الدنيا ويوم القيامة إلى آخر الكلام. يقول لك عادي لمسك فيني دقيقة نتم لك، ما ذكر شبهات الزول له، ذكر كلام كله من جاو. بعدك جاب لي حديث وأنا الزول ده بناقشه مش بمنطلق إنه ده ضعيف وده صحيح الكلام اللي بيجيبه، بناقشه زي ما ذكر قبل شيخ مزمل إنه صاحب البدعة ده الكلام اللي بيجيبه ذاته حجة عليه، بناقشك إنه كلامك ده قول ثابت عديل ثابت صحيح، بناقشك به ذاته. قال الرسول قال بحق السائلين عليك، السائل حقه شنو؟ أنا دار أعرف حق السائل شنو؟ حق السائل الإجابة، شوف الزول ده عليك الله، حق السائل الإجابة. الدليل قال تعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، ده حق من الله سبحانه وتعالى إنه لما تدعوه بيستجيب لك. تجي تقول لي يا أخي النبي صلى الله عليه وسلم وإلى آخره، وينه الرسول هنا توسل بأشخاص؟ وينه النبي صلى الله عليه وسلم يتوسل بأشخاص؟ وين هو الأفضل منه جزاك الله خير؟ الأفضل منه منه؟ وليه الله قال في القرآن إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم وكان في مقدمتهم النبي صلى الله عليه وسلم، استغاث ربه مباشرة صلى الله عليه وسلم. هذه كلها أشياء بحاولوا يبطلوا بها شنو؟ الحق إلى آخر. بعد ذاك جاب شبهة قال المرة الفاتت والله أنا جاوبته مشى هناك. بعد ذاك جات حجارة، الحجارة دي جات منه ولا من بيت؟ قال وين أدبي جاي عليم ربهن. والله في النهاية قال لو أنا شايل لي كيس تاع قروش ولا شنو؟ كيس قروش، وانت بتشيل كيس قروش وانت ما امين ذاته في النقل ولا امين في الهنا. قال شايل لي كيس قروش وماشي وجنبي عسكري وجزول ختفن ولا سرقن، اها اقول يا العسكري كذا اشركت بالله تعالى؟ منو اللي قال لك اشركته؟ منو اللي قال اشركته؟ النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم قال والله في عون العبد ما كان العبد شنو؟ في عون اخيه. منو اللي قال اشركت بالله تعالى انك عسكري جنبك؟ نحن من قبل بنفهم فيه، نقول لك زول ميت كيف تناديه وعمله انقطع، وزول غايب كيف تناديه؟ غايب دي معناه مش جنبك، زول عسكري قلت له تعال والى اخره ونصرك دي ما فيها اشكال. دي قال الرسول عليه الصلاه والسلام في صحيح مسلم، قال المسلم اخو المسلم، وذكر في الحديث قال لا يكذبه ولا يخذله.
ولا يخذله. المسلم ده بشوف أخاه المسلم في كربة ما بيخذله، بيقيف معاه، لكن ده حي وده حي، وده عسكري هذا حي جنبك وبيقدر يجيب الحاجة، بيقدر يتابع الحرامي يجيبه بمسدس بيجيبه، دي شي في مقدوره. لكن الشيخ مات تقول لا الحقني وانت فيه مبدع وهو في الشكينيبة، الحقك كيف؟ أنا دار أعرفها، أنا دار دي علاقة بالعسكري جنبك شنو؟ دي علاقة شنو؟ الله قال أموات غير أحياء وما يشعرون أيانا يبعثون. لو قال أموات مش كفاية، لكن قال لك أموات غير أحياء، أكد لك الموت ذاته، أموات غير أحياء ثلاثة وما يشعرون أيانا يبعثون. نادي ميز كيف؟ يقول لك يا مولاي هاد دعاء كمان، وبعدين لخبط قال التوسل مسألة فقهية والدعاء مسألة فقهية الجاب على العقد وإلى آخره، وده من خلل الرجل ومن اختلال مفهومه من وجهين. أنا بديك الرد من وجهين. أول شيء المسائل الفقهية دي مش مسائل الحلال والحرام والواجب والمستحب والمكروه، مش دي المسائل كذي. أي أنا بعتقد إنه بجوز تنادي الشيخ من باب التوسل، وده بيعتقد إنه ما بجوز تناديه، ده اعتقاد ولا ما اعتقاد؟ هو كونه تقول الشيء ده حلال مش معناه أنت معتقد حله، صح ولا ما صح؟ كونه تقول الشيء ده حرام مش معناه معتقد حرمة ولا ما معتقد؟ ده وجه، ده وجه من الوجوه دي خليها. الوجه الثاني النازل خلطوا بين الدعاء والتوسل، وخلطوا بين حق الشيخ وحق الله سبحانه وتعالى. كيف؟ بيقول يا الشيخ الحقنا، تمسكوا تقول له الكلام ده ما بجوز وده من الشرك بالله تعالى، والدليل قال تعالى إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم، ده القرآن. يقول لك لا، ودي مسائل فقهية كيف تقولوا بشرككم يا أخي؟ ده القرآن، ما نحن ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. لا لدي لا أصنام، أقرأ الآيات البعدة، ولا ينبئك مثل خبير يا أيها الناس، الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. مش قال الناس فقراء إلى الله والله هو الغني؟ وذاته بنادي الشيخ وتقول له نادي ليه؟ يقول لك ديل الفقراء، وانت ما الله قال لك فقراء نادي الغني؟ انت مالك علاقة الكلام ده بالعقيدة شنو؟ علاقتها يا جماعة الكلام ده علاقته بالعقيدة، علاقته أن هؤلاء ما توسلوا بفلان أو ما دعوا فلانا إلا لاعتقادهم أن في فلان أشياء ليست في غيره، دي عقيدة اعتقدوا فيه. أول شيء انت ما عداك نادو من دون الله سبحانه وتعالى، ودي عقائد في كتب والله الذي لا إله غيره، دي عقائد هذه موجودة. كتاب اسمه الفيوضات الربانية في المآثر والأوراد القادرية، تأليف الحاج إسماعيل ابن السيد محمد سعيد البغداد القادري. طيب صفحة 44، أرى أوريك الكلام عشان ما يقول لك هنا وكذا، ودي أسئلته كلها جاوبنا عليها الله يتقبل. تاني الأسبوع الجاي بيقول لي ما جاوبتها، مشينا تندلتي مع أخونا محمد أحمد علي ده أبو وضح، مع أخينا أبي وضح، مشينا تندلتي راكبين عربية وكل ساعتين بنقيف الله يتقبل، بس باعة ذات ارتاح منا، كل ساعة ولا نص ساعة بتقيف في السخن، مرقناها في تندلتي من الحصيصة جو، جبنا من رفاعة مدني وماشين لحد مشينا ووك وغادي حاجة عبد الله وسنار ووك وماشينا كذي ربك وكوستي وماشى ماشى لحد وصلنا شنو؟ تندلتي مناظرة. الزول البناظر الآيات بيقرأ غلط، الدار ناظرنا في النهاية، وجه سؤال في نهاية المناظرة قال لي يا أخي الوحي لأم موسى ديات نوع من الوحي، ده مش سؤال واضح؟ قلت له ده وحي اسمه وحي إلهام، ده جواب ولا ما جواب؟ يعني ده ما وحي نبوة لأنه ما في امرأة نبية، ده وحي شنو؟
الهام ده مش الجواب. قاعد يكورك وحنجرته كبيرة ما عارفه ماكل مايوبة ولا شنو قاعد يكورك لا جاوبني يا زول. الجواب وحي الهام ده مش الجواب. لا جاوبني والله الليلة ما خليك وقعت خلاص في الحفرة الليلة ما بخليك جاوبني يا زول ده وحي الهام لا إلا جاوبني. هذا أنا أفهمه كيف ده زولك ده ذاته. شفت الزول الجلابية ده زمان كان عراقي أداني أسئلة جاوبته المرة الفاتت ما شاهدين كلكم أكبر شهادة مش أربعة أربعة صح ولا ما صح شهادة اثنين في مرات أربعة في حاجة يسمى القسامة في الفقه ديل بيشهدوا خمسون إتو كتت ما تأمين خمسين يا جماعة مش أكثر من خمسين. أكبر شهادة في الدنيا بتلقاها في المجلس ده مش كلكم بتشهدوا زول ده جاوبنا على أسئلته الناس الحاضرين المرة الفاتت مش جاوبنا تاني أسئلة قال لي ما جاوبت أسئلة مش أنا جاوبت على أسئلة خمسة أسئلة ذكرها متوقع المرة الجاية برضو يقول لي ما جاوبتني هو بيديني الأسئلة بقول لا أقعد بيمشي ويجي يقول لي ما جاوبتني أنا ده ألحق له بتليفون ولا رسالة ولا أعرف رقمه كيف. الناس دي فهموا كيف لكن الدغمة والمصائب عقيدة منحرفة عقيدة دغمائية ما بيفهم زي الناس تستعمل ليش شنو في النهاية زول عقيدته في ميت بيخلي الحي القيوم ويتوجه إلى الأموات ومصائب ثقيلة. هنا صفحة 44 من الكتاب ده دار أوريك قال مسألة فقهية وانتم لخبطينا جد فقهي مع عقيدة ملخبطينا يا أخي انتم لخبطينا الشغلة. هو لو وقفتوا على مسألة التوسل نناقش نقاش فقهي وقفنا على الفقه أي لكن انتم لخبطتوها بعقيدتكم في الشيخ خلتكم تتوسل فهمت المسألة وضلوا في المسألة. قال صفحة 44 ده صوفي كبير أكبر من ديل شت. قال بسم الله الرحمن الرحيم شوف الكلام ده يا جماعة بتلقى في كتاب الله ولا سنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال إذا وقع لك مهم وأردت أن يدفعه الله عنك وأردت أن يدفعه منه الله عنك مش مفروض تسأل الله تعال شوفوا قال لك تسوي شنو مصايب عجيبة مرة واحدة. قال وأردت أن يدفعه الله عنك فصل ركعتين بعد العشاء أو في وقت السحر وتقرأ في كل ركعة بعد الفاتحة الإخلاص 11 مرة في أي ركعة الإخلاص تقرأ كم 11 مرة بعد الفاتحة. قال ثم تسلم وتسجد لله تعالى بعد السلام وتسأل حاجتك ثم ترفع رأسك وتصلي على النبي صلى الله عليه وسلم 11 مرة صلى على الرسول عليه الصلاة والسلام 11 مرة. يلا تعال شوف الكلام ده ويقول لك توسل انتو بتنادوا الشيخ عديل ودك ده الكتاب. قال ثم تقوم وتخطو 11 خطوة إلى جهة العراق تمشي 11 خطوة إلى جهة العراق إلى يمين القبلة وتقول في الأولى في الخطوة الأولى تقول شنو وتقول في الأولى في الخطوة الأولى وتقول في الأولى يا شيخ محي الدين. داس في توسل هنا ولا في دعاء عديل نداء يا شيخ محي الدين ده نمرة واحد الخطوة الأولى شوف لسه. وفي الثانية يا سيد محي الدين وفي الثالثة يا مولانا محي الدين وفي الرابعة يا مخدوم محي الدين وفي الخامسة يا درويش محي الدين. براو قال كده نقول لك درويش ما تزعل وهذا الكتاب ذاته مكتوب كده في الخامسة قال تقول لي يا درويش محي الدين وفي السادسة يا خواجة محي الدين والله مكتوبة كده بعدين بعد الحاضر تعال اقرا يا خواجة عديل خوا ما في الا اكتب www.net خواجة محي الدين عديل كذي ولك عقيدتكم عقيدة يهود
ده جاب خواجة عديل، خواجة مك هذا قاعد هنا كتاب. ومحمد المنتصر أكبر شيخ صوفي في هذا العصر في الحيين، كان قبل فترة أكبر واحد مرق البيت الأبيض هناك، كان مش أتفرج في البيت الأبيض، كان قول له يمكن عجب الشكل ولا كذا. قال سوينا اجتماع في البيت الأبيض وجلسنا في الصف الأول في البيت الأبيض، وتقول جامع. قال وناس الكونغرس في الصف الأول بتاع الكنائس في الصف الأول، والله الذي رفع السماء كلها صورة وصوت في الصف الأول. قال أنا استغربت والزول هاي وطرحته بالبسرة طرحة وقعد بقرب التقع وفي الصف الأول، وتقولنا أنا نحن خواجات تمرق للبيت الأبيض يا أخي، نحن البيت الأسود ما رامين فيه، والله لا ودانا البيت الأبيض ولا الأسود، تمرق للبيت الأبيض. الغريبة في النهاية قال أجمع الجماعة قالوا الدين الحق الذي يتماشى مع الغرب هو دين الصوفية، قال. وقال أجمعوا على محاربة التطرف. التطرف ده شنو؟ أريت لو التطرف داعش والتكفيرين وديل، قال أجمعوا على دين محاربة التطرف، وهم بيصفونا نحن بالتطرف. الزول بيقول له وحد الله، نحن قاعدين نعادي زول ولا بنفلق زول؟ أخي حبيب علي الجزري ده محمد منتصر، كنت على يعني في وفد في صوفية السودان، منهم الخليفة الأشرف عبد الله الكباش اللي اسمه، والشيخ الطيب الجيب رئيس المجلس على التصوف من خلفاء السودان حيث نور شخصا، وآخرين جلسنا مع الإدارة الأمريكية البيت الأبيض الصف الأول، الكونغرس الصف الأول، الأمن القومي الصف الأول، الخارجية الأمريكية الصف الأول، ومراكز بحثية وكنائس في يوشا عنوانها مرتكزات التطرف الفكرية، كيف تحارب، كيف يصنع التطرف مالا وفكرا، ووضعنا على مائدة النقاش ما نعرف وما تعرف من هو المتطرف. هذه الورشة خرجت بأن التصوف هو الإسلام المعتدل، وينبغي التعاون ما بين الغرب، ينبغي التعاون ما بين الغرب على مظلة تعيش سني بين الأديان، على مظلة تبادل المصالح والمنافع حتى نحقق السلام. يا ناس ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع شنو ملتهم. نقول لك خواجة محي الدين وفي اتباع للملة، اليهود بنوا على القبور واسد اللي بيبنوا على القبور ولا لا؟ اليهود بيعلقوا الصور، النصارى اهل الكتاب بيعلقوا الصور، وديل بيعلقوا الصور ولا لا؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اولئك اذا مات فيهم العبد الصالح بنوا على قبره، او الرجل الصالح بنوا على قبره وجعلوا له تلك التصاوير، اولئك شرار الخلق عند الله. ياخذ كلها لخبطه في النهايه. طيب قال وفي السابعه، الخطوه السابعه، يا سلطان محي الدين. وفي الثامنه يا شاه محي الدين. وفي التاسعة يا غوث محي الدين. وفي العاشرة قربنا وما 11 أس الحدادة اللي جلتت فين الله يا جماعة فين دعاء لله. طيب وفي العاشرة يا قطب محي الدين. وفي الحادي عشر يا سيد السادات عبد القادر محي الدين. ما مركت بر الدين والله. الله قال كذا في القرآن والله يا مازول ده مكيفني كيف جدي. قال لك ملك تعديل.
استغفر الله. قال وفي الحادي عشر يا سيد السادات عبد القادر محي الدين، ثم تقول يا عبيد الله أغثني بإذن الله ويا شيخ الثقلين، قبل ما قال شيخ شنو الكل نسيتوه ذيك، قال ويا شيخ الثقلين، الثقلين يعني شنو يا شيخ الثقلين؟ يعني يا شيخ الإنس والجن، أغثني وامددني في في قضاء حوائجي إلى آخره. وكونه يقول لك بإذن الله دي كذب سايه، الله قال آه الله أذن لكم أم على الله تفترون، أي شيء تلصق سايه بإذن الله، يقول لك الجريمة ويقول لك بإذن الله، تدي كف يقول لك بالضارب لشنو؟ يقول له بإذن الله. أنت بتجيب الباطل وتقول بإذن الله، والله كلها لخبطة. الله أذن لك كذي، والله بيأذن في الشرك بالله سبحانه وتعالى، فلذلك ده كله لخبطة يا أخ. ودعوة عقائد منحرفة يقول لك دي مسائل فقهية، انتم ما لخبطتوا في العقيدة أصلا، في الشيخ غليتوا، في الشيخ غلوتم فيه، الشيخ غلو فيه وكلام باطل في الكتب دي. والله صفحة 114 ده بتاع القادرية، بس صفحة 114 قال عليك الله اسمع الكلام ده، ده دين يدان لله تعالى به، قال ده ذكر سرياني، قال سرياني، قال قال بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم وسلم، اللهم إنه ليس في الرياح مرة ولا في السحاب قطرة ولا في البرق لمعة ولا في الرعود زجرة ولا في العرش والكرسي شيء ولا في الملك آية إلا وهي لك أهلة، شهدت بأنك أنت الله لا إله إلا أنت، رب الأرضين والسماوات، كاشف الكروب، علام الغيوب، ومخرج الحبوب، ومسخر القلوب لمن كان مهجورا حتى يعود محبوبا. مش لحد هنا الكلام مفهوم؟ تعال شوف بعد ذا الكلام اللخبطة، قال حتى يعود محبوبا بهبوب هبوب، بهبوب هبوب، بلطف خفي يا الله يا الله يا الله، بصعصع صعصع والبهاء والنور التام، بسهسهوب سهسهوب ذي العز الشامخ بطهطهوب لهوب. انت فاهم شيء؟ سهسهوب وتاني سهسهوب وتاني طهطهوب ولهوب، طهطهوب ولهوب، يا الله يا الله يا الله، حم حم كهوب كهوب، الذي سخر كل شيء جاب لك به حم حم وكهوب، قال الذي سخر كل شيء. هذه صفحة 114، ده دين يدان لله تعالى به، وده باسم الإسلام. أنا والله يستغرب وكذابين ويقول لك شيخ مات في الحمام، أي ده كتاب الصوفية، كتاب الطبقات الكبرى للشعراني، مش يقول لك شيخ مات في الحمام، كذب، مات فيه مات عيان، العيا العادي ده مات رحمه الله تعالى، عديل الكذبات هذا عادي في محله. واحد في الحلفاية قال محمد بن عبد الوهاب جاء قبر الرسول عائل له، قال والله القبة دي حقه نشيله بره، جاءوا مغص نجره، والله ألم جاسفة كيف ما بعرف، قال جاءوا مغص مشى الحمام اتهدم به لليلة ما مرق، قال ما أقول لا. وقالوا الكلام ده، جيب الكتاب ده معليش يا أخونا، أنا أوريك المات في الحمام، بس ده كتاب ذاته، لك شيخكم مات في الحمام، وين الكلام ده؟ جيبه قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، وده كذب ساي ولف ودوران. ده زول يا أخ ألف في العقيدة والتوحيد وألف في السيرة، قالوا بسب الرسول بكره الرسول، الكتاب ده ألفه اسمه اختصر سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا تأليف محمد بن عبد الوهاب، يمدح في النبي صلى الله عليه وسلم ويدافع عنه. قالوا عاق بأبيه، عق والده، قال ودرس مع والده، شو عليك الله النازل. قالوا والله يا كان بكفر كفر الناس زي ساي وكذي، وقال إذا كان أنا الزول اللي بيقول يا بدوي ما بكفر حتى تقام عليه الحجة، قال كيف تقولوا أنا بكفر؟ كلها شبه رد عليه مردود عليه، لحد الشبه الأخيرة قالوا مات في الحمام، كذب ساي، مات فيه عن قريب وفي سرير. طيب ده هنا دي
ده كتاب الطبقات الكبرى للشعراني. الشعراني ده ما يحول برعي في مصر المؤمنة، اسمع مصر المؤمنة قال فيها وسيدي الشعراني الناشر لعلم الله، هذا الشعراني ذاته، ده كتاب الطبقات الكبرى، قال فيه صفحة بيحكي عن واحد اسمه شهاب الدين. شهاب الدين النشيلي، تعمل حسابك ما ينشلك والله الذي لا إله غيره كلام كله تعال اخبطه. الجزء الثاني صفحة 141، أنا بقرأ لك هسي لأن نجيب كتب وثائق وفي النهاية هم ما يقبلوا، وديك أسئلة تجاوب وتقول له يقول لك تاني جاوبني، أنا تاني من يجاوبك إن شاء الله يتقبل، ما هي آيات بنكرر لك وأحاديث. طيب قال في ترجمة، قال سيدي الشيخ شهاب الدين الطويل النشيلي رضي الله تعالى عنه صفحة 141، قال وكان يحب دخول الحمام، هذه مكتوبة، وكان يحب دخول الحمام لم يزل يدخلها حتى مات فيها، والله الذي رفع السماء، هذه أي زلم مصدق السي يقرأ، لم يزل يدخلها حتى مات فيها، ساوين تحيطها نحن خط حمر عشان نسويها، دي مشوبها من شبوهن كلام كثير وبلاوي دي في كتب القوم. في واحد برضو مترجم اللي هنا اسمه محمد الشربيني، ده ملك الموت قال جاي يقبض روح ولده أحمد، قال أصابته وعكة، قال فقال له ارجع إلى ربك فراجعه فإن الأمر نسخ، قال فرجع وقام أحمد من وعكته وعاش بعدها سنين. قال الله تعالى وفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون. وقال تعالى في آخر آية من سورة المنافقون المنافقين قال ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء شنو أجلها والله خبير بما تعملون، أيوه قال إذا جاء أجلهم في آية أخرى، إذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، وفي آية فلا يستأخرون، قدم الاستئخار في سورة يونس. وقال الله تعالى في القرآن دي كلها آيات، قال في سورة نوح إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم، قال يا قوم إني لكم نذير مبين أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى، يعني بتعيشوا في الدنيا دي لمتين إلى أجل شنو مسمى محدد ما بيتغير بعد ذاك وما بيتأخر منه، إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون. هذه كلها نصوص، فخالفوا أمر النبي صلى الله عليه وسلم في العقيدة وفي الفقه وفي كل شيء، والصوفية على رأس هذه الأمور، والله رسول قال حفوا الشوارب واعفوا اللحى، تلقى شيخ الطريقة ذاته كر حالقة ولك أبدقن ديل واسخر من الدقن أبدقن ديل، ده حديث في البخاري ومسلم من رواية ابن عمر ما حق أبدقن، وإياك تقول والله أنا ما طبقته خايف يقولوا ليتها مع الجماعة، دي ما حجة عند الله، والله دي ما حجة عند الله. أبو طالب ده بدافع عن الرسول عليه الصلاة والسلام من عمره 8 سنة بعد مات عبد المطلب إلى أن بلغ عمر النبي صلى الله عليه وسلم 51 سنة، 48 سنة، 43 سنة بدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم. بعد ده في النهاية خاف من كلام الناس، ده بعد ذاك شنو دخل النار على ملة عبد المطلب، قال والله في النهاية دخل النار، ألف قصيدة طويلة دافع فيها عن الرسول عليه الصلاة والسلام، وفي النهاية قال والله أنا بس خايف من كلام الناس، أنا بديك جزء من الأبيات، قصيدة طويلة والله عشان نختم الكلام يطول، قريتها قبل أيام
قصيدة طويلة هذه كلها أبيات، لكن هذا رديك بس في النهاية. وخاصم قومه خالف ثلاثة سنة حصار، حتى كانوا إذا جاء الليل سمعوا صياح النساء عويل النساء من الجوع من بني هاشم. حاصروا النبي صلى الله عليه وسلم وحاصروا أبا طالب وكافر يدافع عنه وعارف الحق، ومن عمره 13 سنة عارف الحق. من الراهب سأله قال له هذا الغلام ما مكانتك منه؟ قال أنا أبوه. قال ما ينبغي أن يكون أبوه حيا. مفروض الغلام ده بشكله كذا يكون يتيم، الغلام ده شكله يهوذا النبي اللي بيحصل. قال نعم أنا عمه، والله أنا ما أبوه، قال لي فعلا أنا عمه. قال ارجع به إلى مكة، فإن ذهبت به إلى الشام ورأته اليهود قتلوه. ده علامات النبوة فيه، والشاب ده قال فرجع به من صغير وعارفه صادق. بعدين قال الكلام ده في النهاية جشنه، خاف من كلام الناس، تخاف من كلام الناس تخلي الدين. كلام طويل رد فيه على بعض قادة قريش، وفي النهاية قال لعمري لقد كلفت وجدا بأحمد وإخوته دأب المحب المواصل، ده أبو طالب. قال فمن مثله في الناس أي مؤمل، إذا قاسه الحكام عند التفاضل، حليم رشيد عادل غير طائش، يوالي إلها ليس عنه بغافل. على كم دجمة الزول قال شو ده كافر؟ قال حليم رشيد عادل غير طائش، يوالي إلها ليس عنه بغافل، فوالله لولا أن أجيء بسبة تجر على أشياخنا في المحافل، لكنا اتبعناه على كل حالة، لكنا اتبعناه على كل حالة من الدهر جدا غير قول التهازل. قال لقد علموا أن ابننا لا مكذب لدينا ولا يعنى بقول الأباطل. محمد ده ما مكذب عندنا. قال حدبت بنفسي دونه وحميته ودافعت عنه بالذرى والكلاكل. أنا بدافع عنه وكان ما خايف أجر لي مسبة على أشياخنا، كان اتبعناه وقال في كل شيء. والله ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا، لولا المسامة لولا الملامة أو حذار مسبة لوجدتني سمحا بذاك. شنو مبين تخلي الدين عشان الناس ولك بالدقن حلقوها؟ الرسول عليه الصلاة والسلام دي ما السنة، ده موضوع المحاضرة. النبي صلى الله عليه وسلم قال في سنن أبي داود وذكره الألباني من رواية أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث فما كان أسفل من الكعبين من الإزار فهو في النار، ومن جر ثوبه بطرا لم ينظر الله إليه. ما كلام واضح؟ شوف الآن الأمة كم نفر مطبق السنة وكم نفر مخالفين الرسول عليه الصلاة والسلام، وشوف الغربة البعانوا منا كثير ممن ينتسبون إلى الحق وممن يسلكون طريق الحق. بدأ الإسلام غريبا وسيعود شنو غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. كذا خش الجامعات دي شوف ما تشوف نفسك غريب؟ ده مدلك بيجاي ممسح، خليها مدلك ممسح، وده بيجاي لابس كيف وده كيف، وده يطقطق في البان وانت تجي في نصهم زي الكراكة جنب الأتوز الجديدة، وتمشي بيجاي الجامع يصر لك يعني لك كذا يصر لك. كان قمت قدامي تكلمت يشاكلك، تقعد ورا يتلموا فيك الجماعة الأولاد تدرسون، يقول لك دلام يشفع، يقول لهم شنو انت ما غبت تخلينا اتكلم قدام، ما تخلينا اتكلم للشفع والكبار قدام، لا انت لاميهم بتقول لهم شنو الشفع دين، انت ما تجي تقعد جنبهم عشان تعرف بيقولوا لهم شنو، يقول لهم الله واحد وما تنادوا الشيوخ تاني في شنو، وتابعوا الرسول عليه الصلاة والسلام. الكلام ده شين في بلد إسلامي لا إله إلا الله تحارب
ودي السنة الجباء الرسول عليه الصلاة والسلام، ودي أحاديثه. تمشي يوم العيد النساوين البنات يجني صافحاتنك يمدن يدين، شافن علامة الجودة بزحم بعيد، ما شافن إذا صح التعبير ما شافن تمد لك يده، والله تمد يده بعد ذاك انت تقول لا والله ما بصافح. ليه ما بتصافح؟ والله قال رسول الله، شوف ما قال شيخي، ما بتقول قال شيخي، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. ده حديث عند البيهقي والطبراني وذكر الذهبي وفي صحيح الجامع الصغير للألباني من رواية معقل ابن يسار رضي الله عنه، حديث صحيح. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن يطعن في رأس أحدكم بمخيط من حديد خير له من أن يمس امرأة لا تحل له. ده يمسها ويمسكها ساعتين أو خمسة دقائق، كيف إن شاء الله تمام؟ أها خالي كيف؟ والله كويس، والجو مسخن الأيام دي، ما سخنت اليد ذاتها، أنت ما تفك اليد تتكلم بخشمك ولا بيدك أنت فك اليد. تقول لهم الكلام ده ما بجوز، يقول لك والله أنتوا غريبين خلاص، دي ما قال الرسول ذاته بدأ الإسلام غريبا، ما قال لك زمان موضوع ده ما تحسم زمان، غربة والله نعيشها في وسط مجتمعات تنتسب إلى الإسلام، غريب تعيش غريب أي شيء. يا أخي الكوز ده تشيله، أجارك الله من الكيزان، تشيله تجي تشرب قاعد، تكون واقف تقعد يقول لك هذه كمان جبتها جديدة، دي قديمة، قال لك جديدة منه. حديث في صحيح مسلم عن أنس رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يشرب الرجل قائما، تشرب قاعد دي مش سنة؟ استغرب فيك، تلقى شايل سبحة تقول يا أخ ما تسبح بأصابعك، يقول لك ليه دي عيبة لي، هذا العيب لي، والله يقول لك يا مولانا كون الأصابع دي سنة قديمة. النبي صلى الله عليه وسلم في سنن أبي داود من رواية عبد الله بن عمرو بن العاص، دي ماشي حديث يا جماعة وصيحة، قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يعقد التسبيح بيمينه، مش كلام حديث صحيح أي واضح أي. يقول لك يا مولانا ومن يتلخبط، ما الرسول قال إنما الأعمال شنو، إنت قولك هذه وتلخبط بدوك لا تامة أخير مما تجيب شنو بدعة، أشياء كثيرة جابوها جديدة ولخبطة، وفي النهاية يخلوا السنن السمحة يجيبوا في البدع سنن. حديث في الترمذي صحه الألباني من رواية جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال سبحان الله العظيم وبحمده غرست له نخلة في الجنة، مش حديث جميل؟ سبحان الله العظيم وبحمده نخلة في الجنة، يخليها يمسك له ألفية ودقدق وشغال هو 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 هو، دي بتجيب لك نخلة؟ والله دي مسكيت ما تجيب لك، انت بتلعب علينا نحن باسم الدين وكلها سنن يخلوها يتبعوا في البدع. والله انا اقول ابونا الشيخ نام وفي المنام جاءوا زول وقال له او جاءوا الرسول عليه الصلاة والسلام وداوا، يا اخ معقول يا اخ؟ هالدين من الزمان ذاك ما اكتمل، والله يقول اليوم اكملت لكم دينكم، يكون ما اكتمل بعد الآية دي وبعد القرآن، يكون ما اكتمل وبعد السنة، لما تجي تنوم انت يلدوك وينتظروك تكبر وتنوم وتصحى علينا حتى الدين يكتمل، نازل لخبط الأشياء وكلها جماعات منحرفة وكلها يدعو للباطل. ده الصوفية تمشي الأخوان المسلمين دي لخبط ذات ما أعلم بها إلا الله تعالى، الأخوات في الله وإلى آخره، ونمشي ونجي وعيبوا لنا الاختلاط وفيه شنو والكذي يا أخي مع وكلها مصائب. يقول لك الحج، يقول لك الكعبة دي ما فيها اختلاط، الألباني قال منو الجوز الاختلاط في الكعبة وذاته الكعبة اللي قال لك تختلط فيها منه؟ الرجال يزحوا من النساء طوفوا كله، الرجال يزحوا من النساء وقال له كمشي قرب منا، ناس يمشي واحد يمشي عمره عشان يجيب حسنات يجي ملان سيئات، القفل عمرة هناك شغال يصور وقرب من البيت وعاين دي هندية ودحا، يا أخي منقى مالك ماله هندية بتاع شنو وحمو كذي كلها مصائب. انت قال لك اختلاط هناك جائز في الحرم؟ ما بجوز ذاته، تزح من المرأة طوف براك بجنبه،
والله مولانا ما دعنا نقرب شوية من هنا الحجر، قرب من الحجر قال لكم قدرت بس من بعيد تاشر ثاني في شنو. والله يقول لك لكن ما الشغلة دي وإلى أخي، كلام طويل يا جمال، كلام يكثر والكلام يطول، فالناس خالفوا السنة واتبعوا الأهواء، فالواجب على الناس الرجوع إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم. آخر سؤال نختم به، تفضل تفضل. نعم 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 طيب صحيح، لكن يلا قال النهي قال هم قال تحريم التحريم نعم وحد كل ناحية تحريم التحريم انا اقول الاجابه ان صح يعني خلاص. اما مسألة التوسل ومسألة التوسل ومسألة العلوم انا ما اقول هناك احد يعني يعتقد ان انه ينفع العلوم والله في لا لا انما هناك مسائل يعني كده، لكن كمسألة العلوم والتوسل أنا كنت واثق في نفسي، لكن سمعت عن الشيخ عبد الله سعيد اليوم هذا المسجد هو تكلم بنفسه قال أنا يعني طالبت إخواني على أن يأتون بأوراق صوتية من الإدارة على أن نقيم حوار علمي لنكتشف الحقيقة، ده كلام ونبقى في وقت جديد جدا، والحق لا يعني لا يمكن أن تظهر بالتباعد، فلا بد أن تكون يعني هناك صور متقاربة مع بعض حتى تتكلم عن الحق، فنحن يعني من هنا يعني من عاتبكم على أنكم يعني زي ما هو طلب تكونوا تهيئوا جو صافي في محل محترم، على أن نتحول حوار علمي هادف محترم على أن نصل الحقيقة والحق طبعا جميعا. نعم انا ابدا لك بالاخيره دي، ومش طلب في المنبر وفي المحل دي هنا بيناتنا امتار، نحن كنا ما فيشين ونحن الان كنا في نفس المجلس ده مسجله، الناس الخاتم موبايلاتهم غيرهم بيسجلوا، قلنا الان اللي نحاور، اما المساله اذا دارت تبقى شنو، نحن زي ما هو طلب نحن طلبنا ما في اشكال في النقطه دي، ونحن جاهزين الله يتقبله، عندنا النصوص وعندنا الادله على ما نقول، ولا نشك فيما ندين لله تعالى به، وهذا الذي نبصر به الناس، نسأل الله تعالى التوفيق والسداد والقبول. أما المسائل التي ذكرتها قبلية جزاك الله خير، الألباني ولد سنة 1919 ميلادية، 1919 ميلادية، وتوفي في هذا العصر ومن أهل هذا العصر، توفي قبل زي 19 سنة اللي هو نهاية التسعينات وبداية شنو الألفينات هاي، فده الألباني رحمه الله تعالى هاي، وهو رجل اجتهد في العلم وقرأ وحفظ وتضلع في هذا الجانب، وصار يصحح ويضعف ليس من منطلق الهوى ولا التعصب المذهبي الذي يقع فيه الكثير، وإنما من منطلق قواعد فقهية أو قواعد حديثية، وينقل يعني كلام العلماء الكبار ويأتي به ويناقش المسائل نقاشا علميا، وهو رجل أثنى عليه العلماء المعاصرون وألف مصنفات،
الذي يريد أن يعرف مدى علمية الرجل فليقرأ السلسلة الصحيحة والسلسلة الضعيفة للألباني ليعرف غزارة علمه في جانب الرجال وفي جانب التصحيح وفي جانب التضعيف، ويقرأ مؤلفات الرجل رحمه الله تعالى ككتاب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، وككتاب التوسل له كتاب التوسل، وكتاب تحذير الساجد من اتخاذ القبور مساجد. هذه مصنفات للرجل يقرأها العب والإنسان ويعرف غزارة علمه. وأثنى عليه العلماء المعاصرون كمفتي بلاد الحرمين في زمن الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله ابن باز. وطبعا بحاول يقول لك ديلك مع علماء السعودية، الدين نزل وين؟ مش في مكة والمدينة، ولا نزل في الزريبة والشكينيبة؟ الدين نزل وين؟ لو شغل بتاع ركشات الهند أحسن منه، لو شغل بتاع صناعة بتاعت خلاطات وحاجات زي دي اليابان أحسن منه، لكن دين هناك نزل الدين، نزل تب هناك والله، وده معروف. ومن أين رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ من البلاد ديك، يوم من مكة والمدينة، من مكة، وتوفي في شنو؟ في المدينة صلى الله عليه وسلم. فمفتي الدنيا كلها، مفتي العالم كله، رضي من رضي وغضب من غضب، الرجل ده مفتي بلاد الحرمين. قال ليس تحت أديم السماء فيما نعلم رجل أعلم بالحديث من الألباني. ما نعلم، قال رجل أعلم بالحديث من هذا الرجل. أما كونه يصحح ويضعف، ما كان في علماء ولا في علماء في الفترة دي؟ في علماء صححوا وضعفوا، بل في علماء اتكلموا في بعض الأحاديث وضعفوها، وجو بعد شنو؟ الترمذي، وانت تعلم الإمام النووي مش بتعرفه؟ الإمام النووي كان في زمن الترمذي؟ ما كان في زمن الترمذي. بينه وبين الترمذي 400 سنة، 1، 2، 3، 400 سنة. الإمام النووي، بس أنا أديك مثال واحد عشان تعرف تصحيح وتضعيف واحد بس، كتاب الأذكار للنووي قال رحمه الله تعالى: وأما حديث اذكروا محاسن موتاكم فقد رواه الترمذي بسند ضعيف. ضعف الحديث الرواه منه الترمذي، ودمنه النووي، وبعد منه الترمذي. وفي علماء معاصرين الآن غير الألباني بصححوا وبيضعفوا، أيوة، وقرناء للألباني كالشيخ أحمد محمد شاكر من علماء مصر، ده من علماء الحديث، ده في العصر الحاضر. ليه ما قاعد يهاجموه زي ما بهاجموا الألباني؟ بل بعض الصوفية من قادة الصوفية ممن يحسبونهم من المحدثين، أرجع للصوفية الكبار أسألهم لهم بتعرفوا الكوثري ولا ما تعرفوه؟ ولك بنعرفه الكوثري ده في علم شنو؟ ولك الحديث ده من المعاصرين. قول لهم السقاف أسي ده حي، ده صوفي بتعرفوه ولا ما تعرفوه؟ ولك ده عالم كبير يا أخ من علمانا، ولا كبير ولا إيش، هذا صوفي ولا ما صوفي؟ صوفي. السقاف ده مش محدث عند الصوفية، اتصل بالألباني ومكالمة مسجلة صوتية، بتودد للألباني دارين نجلس معاك جلسة وإلى آخره، والألباني جيه وخلاه في النار، جيه وردمه، قال لي: أنت إذا دار الخير أهي زي ما كتبت في حرب أهل الحق فاكتب رسالة في بيان الحق إلى آخره، ويعني رسالة كأنها نوع تراجع، بعد ذاك نحن بنجلس معاك لكن ما عندي لك زمن. قال لي أول شيء ترجع من الباطل اللي كتبته ونشرته، وذاك منكسر السقاف جايبنا مسجلة مكالمة. ففي علماء الآن سواء نسبوا إلى الحق كهذا العالم وهو من أهل الحق الألباني، وفي علماء من أهل الباطل بيتكلموا في الأحاديث دي. يقول لك أخ يعني الألباني يجي في الزمن ده يقول صحيح وضعيف؟ ما هو ما بيقول صحيح وضعيف من هوساي، بيمسك السند من البداية عن فلان، الترمذي جاب الكتاب يقول عن فلان عن فلان عن فلان، بيجيب الكلام. انت قال الألباني بس بيقعد كذا بيشرب كوباية شاي، بلقاه حامضة بقول ده ضعيف، بلقاه طعمة بقول ده صحيح، ما قاعد يعمل كذي، بيجيب الحديث
بيمسكوا واحد واحد. جاب الحديث في الترمذي اي بيمسكوا السند عن فلان عن فلان عن فلان، بيرص الجماعه ديل الرجال السته ولا سبعه او عشر يرصهم سوا ختاون اي. بعد ذاك بيفتش الحديث ده ذاته المتن ده، بيمسكوا بفتشوا في المكتبه كلها الكتب كلها، ابو داود قال فيه وداك وداك، يجيب الكتب كلها. بعد ذاك بيجي للرجال والطرق كلها، امسكوا رجل رجل، امسك الاول ماذا قال عنه يحيى بن معين وماذا قال عنه الامام احمد، وانت قال بيجيب كلام بتاع وماذا قال عنه فلان، يجيب اقوال العلماء في ذلك، القى زول كذاب في السند يقوم يقول هذا الحديث ضعيف لان في سنده فلان ابن فلان وقال عنه العالم الفلاني من الزمان ماشي جاب واسع قال عنه كذا وكذا. فهمت المسائل بيجيبها كيف؟ وقواعد فقهيه. عشان كده لما سالوه في مساله في البخاري في شريط اسمه خطوره الفتوى، قال لهم اذا اختلفت انا والبخاري، لانهم بيقول لك البخاري والبخاري وكذا، قال لهم اذا اختلفت انا والبخاري، قال لهم لا شك ان صحيح البخاري هو خير كتاب صنف افضل كتاب، قال لكن اذا اختلفت انا والبخاري قال فينظر الى كلامي والى كلام البخاري، فان لم يوجد دليل عندي ولا عند البخاري فيؤخذ بكلام البخاري لانه اعلم مني وافضل مني. قال اما اذا قدمت دليلا فيجب على الناس اخذ الحق، لا لانه قاله الالباني وانما لانه جاء بشنو؟ بدليل. قالوا الكلام ده انت تتكلم كذا في زول سبقك خالف البخاري في مسائل من العلماء القدام زي السؤال ده. قال نعم. قالوا له من؟ قال الدارقطني وهو احفظ اهل الارض في زمنه. ده العلماء كبار، لذلك انت ما تفتكر بيقول كذي بيجيب الحديث ده يقول صحيح ضعيف بس بالامزيه وانما شنو؟ بالمسائل دي. ما مشكله نحن المحاضرات دي مستمره وتلفوناتنا موجوده، فاي حوار ما مشكله نحن جاهزين له الله يتقبل، فالناس تجي ان شاء الله تتناقش. هاي كلامك ده طيب جزاك الله خير.